الأولى يتم التوافق على بيان مشترك. ليلى إبراهيم، أنا ومن بعد الطوفان. هي دي ببساطة ليلى. الو، انت فين؟ مش اتفقنا ان انت هتيجي؟ لا لا لا، انت كده مكبره الموضوع قوي، مفيش حد عارف حاجه. طب يلا جهزي، انا هاجي اخدك دلوقتي. باي. مروان رايح فين؟ واو، يو لوك بيوتيفول. هروح بس اعمل مشوار بسرعه وارجع. بطل بكش، الناس دي كلها جايه علشانك، وبعدين انا مش عايزه افضل لوحدي. يا ماما، الناس دي انا مش فارق لهم بحاجه، هم هنا بس عشان انتوا عايزينهم يبقوا هنا. وبعدين قلت لك مش هتاخر. اوكي تعالى هنا. رايح ايه؟ تجيب الهانم؟ اني هانم فيهم؟ الهانم بتاعتي ولا الهانم اللي مش عايزه تكوني لوحدك لما هي توصل؟ ماما عرفتك. الو ايه يا حبيبه، انت فين؟ طب يلا يلا تعالي بسرعه. ابنك بقى زاهد بالظبط، بيحاول يثبتني. معزومه ولا بترمي جدتك؟ وانت مال امك؟ بلاش سيره الامهات دي، عيب. الله يرحمك يا ماما. امك انت ما يجص عليها الرحم، بتكذب عليك، عايز توقع بيني وبينك. والله العظيم انتوا ناس نكديه. في ايه؟ النهارده عيد ميلاد الولا، ما تقيتوا شويه. مع اذنكم. ما هو لما انت كل سنه تعمل عيد ميلاد الولا بتفكرنا قد ايه انت عجوز. يا عجوز. قال يعني الواد ابن امبارح، ما انت كمان عجوز. اتكلم عن نفسك. كل سنه والواد طيب. أنا أروح أشرب شمبانيا ساقعة وطعمة وبتطرقع. انصرف أنت دلوقتي. والله كنت متأكد. هتجننك البت دي. طب ما تريح نفسك وتديها سكة، ما أنت عندك بدل البت 100. أنا بتدخل في شغلك؟ بصراحة لا. أما هو لا، دخل في شغلي ليه؟ وانت اسمك ايه النهاردة؟ مش فاكر. الحق. عملت ايه في موضوعنا؟ استني رسالة. ابعت.